الاول لصالح اتحاد كلبه، كره خطيره في مساحه ممتازه في البعيده جول. يا ولد لعيب يا كبير، يا فهد يا ولد. دانيال بيسا حلوه لمهدي قائدي، لعيب. هدف جميل ياتي للنمور، والنمور بالثلاثه، النمور يضرب قائدي ركله حره مباشره خطيره. الله، التعادل من ركله حره مباشره. الاتحاد يعود المباراة بعشرة. قائدي اللي قدر ان هو يتلاعب احمد عبد الله جميل في اللقطة الماضية. ادي هنا الكورة، وادي هنا، شوف هنا مهدي قائدي من على الخط، مرة من احمد عبد الله جميل، هنا التدخل عليه من عيد خميس لم يكن بجدية. يقود الاتحاد حتى الان الى التأهل، 1-0 للنمور. قائدي سلطان عادل، المحاولة فيها ضغط أيضا من الدفاعات، لكن مهدي قائدي ممكن جول خطيرة، جول للمرة الثانية كوبري. الأولى بصوت الزميل عزيز عامر عبد الله، هنا كرة تعود، محاولة ما زالت قائمة وعرضية بعد ذلك خطيرة، جول كل شيء، ولكن هكذا مهدي ياتي، مهدي خطير، ممكن جول كلباوي. الله، محاولة تبدو خطيرة، مهدي قائد ابتدية تسديدة، الله. مزعجين لياندرو وكذلك مهدي، من مزعج لمزعج، هذه كورة تسديدة، جول، الله الله الله. لمباراة الذهاب يؤكد إياب، شوف اللمسة، ولا أروع، يا ولد ممتاز جدا ليوناردو في القطر مناسب. هذه كرة خطأ موجود من الدفاع، كرة انطلاقة، قائدي يدخل منطقة الجزاء، قائدي فرصة الأول، الله. لا تكون نقطة تحول، لكن قائدي متخصص في ركلات الجزاء الاتحاد، وقائدي، الله، هدف. تقدم ميشيل، قلب الدفاع طويلة للأمام، الله. مباراة رقم 84، كرة بتعود الآن إلى مهدي قائدي عرضية ممتازة، والكرة بالشباك، قائدي اللي قام بالدور الكبير. رد عن طريق دانيال بيسا وليأندرو، هوبا، والهدف الأول. يا ولد لعيب، جول مهدي قايدي، يتقدم الاتحاد كلكم المفضلة أبو ظبي الرياضية، بينها حلوة، مهدي قايدي، التعادل من اتحاد كلبة، بينها حلوة، يضربوا بها قايدي وسيل عبد الله، مهدي يتقدم، جول يسجل مهدي قايد. مباراة لعبها طبعا في ذلك الملعب انتهت بالتعادل 1-1. هنا كرة مهدي محاولة خطيرة، مهدي قايدي المتخصص، مهدي قايدي بيحاول، خذها قايدي أمام المرمى، الله، بعشرة لاعبين. تلك الأيام الجميلة، الكرة لمهدي قائدي، بيحاول قائدي أمام المرمى، بيسا، يعيد اتحاد كلبا ويقرب النتيجة، دانيال بيسا بصناعة مهدي.